السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميز في الفيديو الجديد، الفيديو ديال البروبابيليتي ديال سيمستر 2 اللي غادي نبريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان سيسيون نورمال 2023 ديال البروف تاشفين يوسف الخاص بكلية الاقتصاد ديك نوزور بمدينة أكادير. دونك هاد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام، كيسيون شوا ملتيبل، ولكن راه كاين شوا انيك، يعني واخا هو كي سي ام لكن راه الجواب صحيح في كل سؤال. دونك نبداو بالاكزرسيس الأول. On lance un dé au hasard trois fois. Donc, mais qu'en lançant un dé, donc toujours le cardinal de oméga, il y a sta ou shahal marra qu'en lancer, sta ou stlata, yani 216. Donc, la probabilité d'y aller à l'événement, elle a un qasm à la 216. Oui, mais c'est le seul. Quelle est la probabilité qu'on obtient la somme 5 pour les trois lancés? La somme 5, yani. Et là, je m'en ai. النتيجة ديال لاصوم ديال لونسمون الأول زائد الثاني زائد الثالث خصني تعطيني خمسة. دونك هنا بالنسبة لي لونسمون، ها لونسمون الأول، لونسمون الثاني، لونسمون الثالث. دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. المهم هادو في كل لونسمون ممكن، حنا بغينا لاصوم يساوي خمسة، يعني اللي يعطيني خمسة. شوفو مزيان، واحد مع جوج مع جوج، واحد مع جوج مع جوج تعطيني خمسة. ها هو أول واحد، واحد مع جوج مع جوج عطيني خمسة. دابا غنقلب حيت لوغدوغ مهم، ندير جوج مع جوج مع واحد، جوج مع جوج مع واحد حتى هي خمسة. هادي دابا غنقلب ندير واحد الوسط، جوج واحد جوج، جوج واحد جوج حتى هي خمسة. شوفوا شي حاجة تعطيني خمسة. شوفوا تلاتة مع واحد واحد، تلاتة مع واحد واحد، ها واحد تلاتة واحد، واحد ثلاثة واحد، واحد ثلاثة واحد عطيني خمسة. لوغدوغ مهم، نديرو واحد واحد ثلاثة، واحد واحد ثلاثة تاني لوغدوغ مهم، دوب ثلاثة، واحد ثلاثة واحد واحد، ثلاثة واحد واحد. دونك هادو هما اللي كاينين كيعطيني راس الصم خمسة. شي حاجة أخرى ما كاينش، يعني شحال من واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. دونك ستة، ستة نقسمها على الكاردينال أوميغا على 216. دونك الجواب هو ستة على 216، هو جواب ود. لا بروبابيليتي كون اوبتيان لا فاس 5 او موان اون فوا، لا فاس 5 او موان اون فوا. بغينا لا فاس ملي يقول لك او موان اون فوا، يعني خصنا ناخدو لي ريزلت اللي فيهم او موان واحد الخمسة، رقم خمسة، يعني ناخدو اللي فيهم ثلاثة المرات خمسة، وناخدو اللي فيهم جوج المرات خمسة، وناخدو اللي فيهم واحد المرة خمسة. داكوغ، يعني اللي ما فيهمش حتى شي خمسة خصنا نحيدوهم. المهم هنا كاين بزاف الطرق، تقدرو ديرو الطريقة العادية. الطريقة العادية أنكم تحسبو هنايا، تشوفو اللي فيهم خمسة، ولكن يديلكم شوية ديال الوقت. كاين طريقة أخرى سامبل، غنخدمو بليفينمون كونتخيغ، يعني نسميو هاد ليفينمون هذا لا بروبيليتي مثلا ديالو هو أ، هو واحد ناقص لا بروبابيليتي دو اباغ العكس ديالو. شنو العكس ديال او موان خمسة؟ راه او موان 5 الكونتخيغ ديالها هو اوكين 5، يعني ما كاينش 5، يعني ما كاينش 5 هادي، يعني عندنا هاد اوكين 5 بروبابيليتي دو اباغ ما كاين حتى خمسة، يعني ناخدو خمسة اس اثنان حيت ما كاين حتى شي خمسة، يعني خمسة غادي نلغيها، غيبقاو ليا غير خمسة ديال لي نومبر، غناخد منهم ثلاثة، عفوا أس ثلاثة، خمسة أس ثلاثة، غناخد من ثلاثة الأرقام، غناخد غنلونسي ثلاثة المرات، ولكن غنخدم غير بواحد جوج ثلاثة أربعة وستة، ونقسم على كاردينال أوميغا 216. يعني نديرو واحد ناقص، شدو خمسة أس ثلاثة نحسبوها، عطاتينا 125، ونقسمو على 216.
عطاتينا 91 على 216. هذه الطريقة داكوغ. كاين طريقة أخرى، الطريقة الأخرى الطريقة العادية اللي يبغي يخدمها، يعني اللي فيهم كاين قلت لك كما قلت لكم 3 فوا 5 ولا 2 فوا 5 ولا اون سول فوا 5. اللي فيهم 3 فوا 5 راه ريزلتا وحدة، هي 5 5 5 هي ريزلتا وحدة. اللي فيهم 2 او موان 2، اللي فيهم او موان 2 غيكونوا 25 25. اللي فيهم او موان 2 واللي فيهم او موان واحد المرة 5 75. كنجبدهم من هنا، هاهم اللي فيهم فيهم جوج المرات 5، يعني ناخذوا هذا هاهم جوج المرات 5، يعني غنبقى مع هذا ومع هذا ومع هذا، يعني 5 5 جوج المرات، يعني 25 5 اس 2 25. بالنسبة اللي فيهم هنا 75، يعني ناخذها نبقى نحسب، ولكن احسن طريقة هي هذه، غتخرج لكم 91. دونك هو الجواب. نمشيو دابا ليكزيرس، دونك الجواب هو 91 على 216. نمشيو ليكزيرسيس الثاني. لي ليفغ فوندي باغ ان ليبغيغ بروفيان دو شي 3 فورنيتور ا بي سي. لو كار دو 6 اشا بروفيان شي ا، اي ان اوتر كار de chez B et le reste chez C. À la livraison, la librairie constate que 5% des ouvrages de A sont des livres de poche et le reste des ouvrages de taille normale N. Cette proportion est de 10% pour B, 4% pour C. Donc, et le client prend un livre au hasard. C'est-à-dire la probabilité conditionnelle. probability conditionnelle خصني ندير لاربر بوندوري. دونك عندي 3 ديال لي فورنيسور، فورنيسور ا فورنيسور بي و فورنيسور سي. كل واحد عطاني البورسنتاج ديالو. ا قال لك لو كار، قال لك دونك لو كار دي زاشا، لو كار يعني لو كار هي 1 على 4 ولا 25%. ان اوتر كار يعني ربع اخر 25% عند بي، اي لو ريست يعني 50% اللي بقات عند سي. دونك كل واحد فيهم كاين اللي هما دو بوش وكاين اللي هما نورمال. حتى هنا بوش نورمال حتى سي بوش نورمال. بالنسبة دونك لو ليبري كونستات كو 5% دي زوفراج ا سون دو بوش. دونك 5% بوش، يعني لو ريست بقى 95% نورمال. بالنسبة لبي فورنيسور بي 10% ديال بوش و 4% بالنسبة لسي ديال بوش. دونك بي 10% بالنسبة لسي 4%، دونك لو ريست 90% نورمال وهنايا 96% نورمال. احنا دابا درنا لاربغ بوندوغي نجاوب على لي كيستيون عادي. دونك La probabilité que le livre choisi provient de B, sachant qu'il est de taille poche. Il n'y a pas de provient de B. Il n'y a pas de la probabilité qu'on provient de B, sachant qu'il est poche. C'est-à-dire la formule de base. C'est-à-dire la formule de base. Dis-moi qui est la condition. Oui, la condition est la condition. La condition est la formule de base. Il y a la probabilité d'ILB inter B. كنقسمو على probability دو بي، ولكن هادي بي راه توتال، يعني خصني نحسبها بي، خصني نحسب التوتال، نحسب لا probability ديال دافواغ ان اوفراج دو تاي بوش. دونك لا probability دو بي هو انني كندير الضرب، كنتبع بي، ها بي الاولى بي الثانية بي الثالثة، كندير الضرب، يعني 25% في 5% و 5% زائد 10% في 25% زائد 4% في 50%. دونك باش نحسب ديال بي كنتبع بي، عندي هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا وكنحسب. دونك جينا حسبنا هذه خرجت لنا 0.0575 داكوغ. نجيو نعوضو دابا هنايا، نقسمو على هاد 0.0575. دونك بالنسبة لهاد بروبيليتي ديال بي انتر بي هو الضرب هذا في هذا. دونك 25% عندكم 95%،
في المية يعني 25% في 10%، يعني هديرو 25% في 10% تقسموا على هذا، هتخرج لكم 0.4347. هذا هو الجواب، 0.4347. قلبوا في لي ريبونس. ها هو ريبونس بي. شنو كنسميو هاد لا بروب؟ كونشي لافيرماسيون كوريكت. المهم نكونشي ولا لا كوريكت من هادو. لا بروبابيليتي دو ان ساشون بي، هادي ماشي فورميل دو بايت، هادي بروبابيليتي كونديسيونيل. ديما ما كنقسم على هادو كونديسيونيل، ولكن ما كنقسم على هادو هي دو بايس، هادي كونديسيونيل يعني خطأ. بي دو ان بروبابيليتي كومبوزي، لا هادي بروبابيليتي توتال. ديما هادو اللي كيكونوا هنا كيتسموا توتال. بي دو ا ساشون ان ايتي بروبابيليتي توتال، خطأ، هادي فورميل دو بايس. La probabilité de base. La probabilité P inter C est une probabilité composée. P inter C est une probabilité composée. C'est P inter C est ma probabilité composée. بالنسبه لهاد او خطا، حيت اصلا هادو اللي هما هادو راه ماشي انكومباتيبل، ماشي انكومباتيبل، ماشي انديبوندون، يعني كاين حتى شي زعما شي علاقه بيناتهم باش نعرفوا واش انديبوندون ولا انكومباتيبل. حيت راه ممكن، حيت شنو انكومباتيبل؟ انكومباتيبل يعني ممكنش يتحققوا في نفس الوقت، ولكن راه ممكن يتحققوا، ممكن نلقاو اوفراج دو تاي نورمال وجاي فورنيسور ا، ولقاو اوفغاج دو تاي نورمال من فورنيسور بي، يعني ممكن يتحققوا في نفس الوقت. دونك هنا راه اصلا جواب واحد صحيح هو هذا اكزيست 3. دونك هادو ديال لي لوا، اوني اون ا اون بوبولاسيون دو 20 ايتيديون اي 30 ايتيديون، اون برون 5 انديفيدو او ازار دو سيت بوبولاسيون، يعني عندنا 20 ايتيديون و 30 ايتيديون، يعني 20 ايتيديون غارسون ou a dit fi. On prend 5 individus au hasard de cette population pour, pour participer à un concours. Yani anna aw haja andna n kbira wa la somme dialhom wa 50 n kbira wa 50 yani 20 زائد 30 غير فيها 20 ديال لي غارسون و 30 ديال لي في. On prend 5 individus yani n sghara كتساوي 5 au hasard de cette population pour participer. On s'intéresse au nombre d'étudiants. Yani on s'intéresse au nombre des étudiants. Yani les étudiants. Yani on s'intéresse au D, واحد D, اللي كتساوي 20. On s'intéresse bien. Yani عندنا N كبيرة كتساوي 50. N صغيرة كتساوي 5. وعندنا D. يعني أم سامحي تقول قال لك سانتيريس، هذيك اللي سانتيريس هي اللي كنهتموا بها، كتساوي 20. دكوغ؟ المهم حنا لا بروبابيليتي هي ديال هادي هي دي على ان، يعني 25 على 50. نحسبوها غتخرج لنا 0.4. دونك راه اكس سوي اي لوا ايبر جيومتريك، لي باغامتر ديالو هو 50 5 اي 0.4 البروبابيليتي. سؤال قال لي كالكيلي لا بروبابيليتي دو ايكغيك كتساوي جوج، يعني نخدمو لوا ايبرجيومتريك، دوك الكومبينيزون ديال جوج ان كبيرة فوا بي، يعني 50 فوا 0.4 غتعطينا 20 فوا الكومبينيزون ديال ان ناقص هاد جوج، ان ناقص كا 5 ناقص جوج 3، هنا 50 و 1 ناقص بي هي 0.6، 50 و 0.6 يعني 30 مقسومة على الكومبينيزون ديال 5 باغمي 50، إن صغيرة باغمي إن كبيرة، ونحسبوها شحال غتساوي، خرجات 0.364، 0.364 ها هو الجواب. الفاريونس دو إكغيك، بما أنه لوا إيبير جيومتريك، راه الفاريونس دو إكغيك هو إن فوا بي في واحد ناقص بي، إن ناقص ان على ان ناقص واحد، ونعوضو يعني 5 بي 0.4 واحد ناقص بي 0.6 فوا 50 ناقص 5 على 50 ناقص واحد، ونحسبو
دونك خرجت 1.102، 1.102 هو الجواب، هو السي 1.102. نمشيو ليكزيرسيس 3. ان فواياجور اي سيبتيبل d'oublier ses bagages dans le train avec une probabilité de 0,15. Donc attends, on a la probabilité P qui est 0,15. Le comportement du voyageur sont supposés indépendants les uns des autres. Il n'y a avec remise. Indépendants les uns des autres, il n'y a qu'une chose. Donc, 100 voyageurs sont questionnés. Il y a N qui est 1000, N صغيرة. Le nombre de voyageurs ayant oublié ses bagages, une variable aléatoire. Donc, X suit une loi binomiale. Paramètre dialogue est 1000. On sait faire facile à 15. Là, c'est binomial. C'est parce qu'on a N ou on a P. Maintenant, on a N qui est là. Ou parce qu'on a binomial, c'est qu'il y a les comportements des voyageurs sont supposés indépendants les uns des autres. La binomiale, ou les qui compte avec remise. دونك حنحسبوا دابا لا بروبابيليتي ديال اكس كتساوي 10. نطبقوا العلاقه ديال البينوميال ديال الكومبينيزون ديال كا اللي هي 10، ان صغيره هي 100 فوا بي 0.15 اوس هاد كا اوس 10 فوا 1 ناقص بي، يعني 1 ناقص 0.15 هي 0.85، 0.85 اوس ان ناقص هاد كا، يعني ان 100 ناقص 10 هي 90. نحسب واش غادي تساوي، غتخرج 0.443، 0.0443. الجواب هو السي، الجواب هو السي. لو مود دو اكس ايت ايكال، دونك كيفاش كنحسبو لو مود كندير واحد اكس زيرو محصورة بين ان فوا بي ناقص كي، محصورة تاني بين ان فوا بي زائد بي، راه زائد بي. دونك غنجيو نعوضو ان فوا بي، ان فوا بي 100 في 0.15 هي 15 ناقص كي، كي هي 0.5، راه كي هي هادي 0.85، ياك هادي تحسبوها. اكس زيرو راه هو لو مود، ان فوا بي 15 نيت زائد بي، راه زائد بي ماشي كي، 0.15 يخرج لكم هكا، يخرج لكم 14.15 و هنايا 15.15. دونك لو مود هو داك العدد الصحيح الطبيعي اللي محصور بين، شنو هو العدد الصحيح؟ يعني كاين دابا 14، هي 14، هي هادي 14.15، ها 15 فاصله 15، يعني هنا كاينه 15، كاين واحد 15 هنا. لو مود هو داك العدد الصحيح الطبيعي اللي محصور بين هاد جوج اللي هو 15. دونك لو مود كيساوي 15، حيت دابا 14 مازالو موصلناهاش، هي داك النومبغ اونتي اللي محصور بيناتهم اللي هو 15. دونك لو مود هو 15، هو دي. نمشيو لهاد التمرين الاخير ديال الفاريابل الياتوار كونتيني، اي مادار لي تري سامبل، داكشي غادي للانتيغرال، وهذا راه ديجا في واحد الامتحان كنا خدمناه، ديجا خدمته ليكم، راه كاين في اليوتيوب وفي لكم فيسبوك، راه نفس السؤال غتخرج لنا 0.5، راه اوكين ريبونس، بلا ما تعذبوا راسكم كاع تصبروا، نفس الحاجه معاوده. دونك السؤال قال لك ان فونكسيون دو دونسيتي، لا بروبابيليتي، قال لك لا بروبابيليتي ديال اكس محصوره بين 1 و 3، هذا الى تخي سامبل، هي الانتيغرال ديال 1 3، يعني هاد الجوج اف لي اكس دي لي اكس، هي الانتيغرال ديال 1 من 3 حتى ل 1، اف لي اكس هي 4 ناقص اكس على 8 دي دي اكس. اللي عنده الكالكيل كتحسب الانتيغرال ديريكتوم، يدخل هاد لا فورمولا تخرج ليه، واللي ما عندوش يحسبها عادي. باش نحسبوها هنا عاد نخرجوا 1 على 8، 1 على 8 تخرج برا ديال الانتيغرال، تبقى لنا 1 3 4 ناقص اكس دي دي اكس. دونك 1 على 8 الداله الاصليه ديال 4 هي 4 اكس، ناقص الداله الاكسيه ديال اكس هي اكس اس 2 على 2، 1 3، يعني هي هذه 1 على 8، يعني هي 1 على 8. هنا نعوضوا ب 3، 4 في 3 هي 12 ناقص
ثلاثة أس اثنان هي تسعود، تسعود على جوج ناقص، نعوض دابا بواحد، أربعة في واحد هي أربعة ناقص واحد على جوج. دونك إلا جيتو حسبتو هادي هتخرج ليكم صفر فاصلة خمسة، هتخرج ليكم واحد على جوج، صفر فاصلة خمسة، هذا هو الجواب، يعني أوكين ريبونس. كيفاش نحسب ليسبيرونس دو اكس؟ ليسبيرونس دي اكس هو الانتيغرال، ولكن ليسبيرونس دي اكس كنخدمو بهذا، يعني من صفر حتى الربعة، اكس فوا اف لي اكس، اكس فوا اف لي اكس، يعني الانتيغرال من زيرو حتى ربعة، يعني اكس اف لي اكس هي ربعة ناقص اكس على تمنية دي دو اكس. طبعا نشرو، يعني صفر ربعة هتخرج لينا ربعة في اكس ناقص اكس او كاري على تمنية دي دي اكس. دونك دابا اللي عنده الكالكيل يقدر يدخل الانتيغرال في الكالكيل ويحسبها عادي. الا جينا حسبناها بالكالكيل تخرج لينا 4 على 3، تخرج لنا هذه النتيجه 1.33، هذا هو الجواب الصح. دونك حسبوا حنا الانتيغرال ماشي مشكل، نخرجوا 1 على 8 صفر 4 4 اكس ناقص اكس او كاري دي دي اكس، دونك هي 1 على 8. الدالة الأصلية ديال 4x هي 4x أس 2 على 2 ناقص x أس 3 على 3 من صفر حتى الربعة. هي 1 على 8، هذه هي 2 x أو كاري، حيت 4 على 2 غتمشي، ناقص x أس 3 على 3 في الربعة. ونعوضو، نعوضوها بربعة، زيرو ما كايناش زيرو، حيت إلا عوضتي بزيرو غنمشي، حيت نورمالمون هي 1 على 8، نعوضو هنا بربعة، جوج في 16 عطاتينا 32، نعوض هنا بربعة، 4 أس 2 هي 16، جوج 32 ناقص إكس أس 3، زعما 4 أس 3، 4 أس 3 عطاتينا 64، 64 على 3. اما ديال زيرو هنا ناقص زيرو، زيرو عطاتنا زيرو، ونحسبوا شحال تخرج ليا، تخرج ليكم 4 على 3، يعني 1.33، 4 على 3 هو الجواب الصحيح. في السؤال 11 هذا شويه فيه شويه ديال الخدمه، نشرح لكم دابا كيفاش. المهم عندنا y كتساوي x على 4، عطانا واحد y فاريابل الياتوار كونتيني y اللي هو x على 4، قال لي كالكيلي لا بروبابيليتي دو y اصغر من تساوي 0.5. دونك حنا عندنا ان اف لي اكس كتساوي 4 ناقص اكس على 8 ياك. دونك هو قال لنا نحسبوا، عطانا y كتساوي اكس على 4، دونك غنديرو بحال هكا، اف حسبوا اف لي y دو اكس، يعني هي لا بروبابيليتي ديال y اصغر مساوي x، نعوضو y بداكشي ديالها، هي لا بروبابيليتي دو x على 4 كتساوي لا بروبابيليتي، حنا بغينا x، x هاد 4 تجي لينا تولي 4 x، يعني كتساوي f لي x ديال 4 x، يعني هاد f لي y دو x راه هي f لي x ديال 4 x. دونك دابا حنا غادي نحسبو لا فونكسيون دو ريبارتيسيون، هادي خلينا كنحسبو لا فونكسيون اف لي اكس، لا فونكسيون دو اف لي اكس، اف لي اكس ديما هي كتحسب من صفر حتى الاكس، حيت هو لانتيغفال ديالو هو زيرو ربعة، ديما كناخدو ا زيرو اف لي اكس دي دو اكس، يعني نحسبو لانتيغرال زيرو اكس، هدا راه مكتحسبش الكالكيل، هادي خاصها تحسبوها هكا، يعني ربعة ناقص اكس على تمنية دي دو اكس، غنخرجو واحد على تمنية، واحد على تمنية زيرو اكس ربعة ناقص إكس دي دي إكس، يعني واحد على تمنية، الدالة الأصلية هي ربعة إكس ناقص إكس أو كاري على اثنين زيرو إكس، دونك هي واحد على تمنية، إكس غنخليو نيت إكس، غنعوضو إكس، يعني ربعة إكس ناقص إكس أس اثنين على جوج، أما صفر راه هي صفر ما كدارت، يعني دابا نشرو ربعة إكس على تمنية، إلا جينا نصو ربعة إكس على تمنية، عطاتينا واحد على جوج إكس، حيت ربعة على تمنية واحد على جوج، ردت ربعة واحد على تمنية في ربعة إكس، نختزلو بربعة تبقى ليا واحد على جوج إكس، ناقص
اكس او كاري على 8 في جوج هي 16. داكوغ، دابا حددنا اف لي اكس. دابا هاد اف لي اكس ديال 4 اكس اللي بغينا نحسبو حنايا، هادي يعني غنجي بلاص اكس ونعوض 4 اكس، بلاص اكس نعوض 4 اكس، يعني ندير 1 على 2 فوا 4 اكس ناقص 4 اكس او كاري على 16 ونحسبوها. دونك 4 على 2 اكس هي 2 اكس، 4 على 2 اكس هي 2 اكس ناقص هذه الا نشرناها عطاتينا 16 اكس او كاري على 16، يعني 2 اكس ناقص 16 تمشي مع 16 ناقص اكس او كاري. هذا هو، ها هي دابا هادي اف لي اكس ديال 4 اكس راه هي هادي 2 اكس ناقص اكس او كاري. حنا بغينا دابا نحسبوا لا بروبابيليتي ديال ايكغيك اصغر من يساوي 0.5، راه هي اف لي اكس، اف لي ايكغيك هي الاف لي ايكغيك ديال 0.5، يعني غنجيو نعوضوا هنايا بهاد اكس 0.5، راه بحال اللي تقدروا ديروا هنا ايكغيك ديريكتوم، حيت اصلا ايكغيك انا نقدر ندير بحال هكا حيت ايكغيك هي هادي، يعني نعوضوا هنايا 2.5 ناقص 0.5 او كاري غتخرج ليا 0.75، هادي هي النتيجة. دونك الجواب 0.75، ها هو الريبونس هو ا. كيسيون اخير، هذا غير كيسيون دو كور، كوشي لا فورم راه كنجاوب واحد الاسعار، واحد على الفا اي ليسبيرونس دو لا لوا اكسبونونسيال، واحد على الفا دوي صحيحة، واحد على الفا او كاري لا، واحد على الفا او كاري راه لي فاريونس ماشي لي كارتي فاريونس، هادي خطا، حتى هادي خطا، حيت هذا راه ليسبيرونس خطا، هادي اللي كتساوي واحد راه مقلوبين، شتي هادو راه مقلوبين، غير كتبهم الاستاذ. دابا هادي كتساوي واحد على الفا، وهادي سميتو الجواب الصحيح هو. المهم هادشي اللي عندنا في هاد الاكزام هذا، جيسبيغ انكم استفدتم من هاد الكوركسيون، بون كوراج للجميع وبالتوفيق ان شاء الله في الرات راباج.